مرة واحد من أصدقائي قال لي أنا في آية مش فاهمها تماما في إنجيل يوحنا أصحاح 10 وآية 8، لما المسيح بيقول جميع الذين أتوا قبلي هم سراق ولصوص. بيقول لي إزاي المسيح يتهم كل اللي جم قبله إن هم سراق ولصوص؟ هل معقولة المسيح بيتهم موسى، يتهم إيليا، يتهم صموئيل إلى آخره إنهم سراق ولصوص؟ أقول له يا عزيزي إطلاقاً إطلاقاً لا يقصد المسيح هذا على الإطلاق. اقرأ النص من أوله واقرأ تكملة الآية، لأن يقول جميع الذين أتوا قبلي هم سراق ولصوص لكن الخراف لم تسمع لهم. وبعدين لما نيجي الآية 10 يقول السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك. فهو بيتكلم عن اللي أتوا قبله واللي كان هدفهم إن يسرق ينهب يذبح يهلك. يبقى إذن الرب يسوع بيتكلم على ناس نيتهم السرقة، نيتهم الاغتصاب. لما تقرأ النص من أوله خالص بيقول أنا هو الباب، إن الذي لا يدخل من الباب إلى حظيرة الخراف بل يطلع من موضع آخر فذلك سارق ولص. فبيتكلم على إن في باب، الباب ده اللي هو يقصد دعوة الله. في ناس دخلت من الباب ده وفي ناس ما دخلتش من الباب ده. فبيتكلم على ناس بدون دعوة من الله وكان غرضهم السرقة وكان غرضهم النصب. إذن هو أقول تاني لا يقصد موسى، لا يقصد إيليا، لا يقصد الأنبياء، لأن الرب يسوع في كل رسالته اللي يقرأ العهد الجديد قال بوضوح ما جئت لأنقض بل لأكمل، واقتبس من العهد القديم وأكد صحة العهد القديم الرب يسوع. يبقى فاضل السؤال يقصد مين؟ جميع الذين أتوا قبلي. قبل المسيح مباشرة ظهروا بعض الناس، البعض منهم ادعى ان هو المسيح، البعض منهم ادعى النبوة، ودول ضللوا ناس كتيرة جدا جدا. عايز تفهم دي اكتر بص معايا في اعمال الرسل اصحاح 5 واقول لك كان يقصد مين لما قال جميع الذين اتوا قبلهم سراق ولصوص. في اعمال 5 وقف واحد اسمه غمالائيل، معلم كبير لليهود، وكانوا قاعدين علشان واخدين مآخذ على التلاميذ. لكن غمالائيل قال الكلمات دي اللي يبان منها التاريخ. يقول في أعمال 5:34 فقام في المجمع رجل فريسي اسمه غمالائيل معلم للناموس مكرم عند جميع الشعب، وأمر أن يخرج الرسل قليلا، ثم قال لهم أيها الرجال الإسرائيليون احترزوا لأنفسكم من جهة هؤلاء الناس فيما أنتم مزمعون أن تفعلوا. اسمع الكلمات اللي جاية دي بتركيز شديد عشان تعرف مين جه قبل المسيح ويقصد مين سراق ولصوص. يقول لأنه قبل هذه الأيام، يعني قبل المسيح مباشرة أو في وقت المسيح، قام ثوداس ده واحد ساحر يهودي قائلا عن نفسه أنه شيء. لما يقول قائلا عن نفسه أنه شيء يعني أنا المسيح، يعني أنا معرفش مين إلى آخره، الذي التصق به عدد من الرجال نحو 400. تخيل 400 واحد، ده غير ناس كتيرة. يقول كده الذي قتل وجميع الذين انقادوا إليه تبددوا وصاروا لا شيء. الحاكم الروماني التاريخ بيذكر اسمه فادوس هجم عليه وقتل الراجل ده وغالبا قتل معظم أتباعه. يكمل ويقول بعد هذا قام يهوذا الجليلي في أيام الاكتتاب. فاكر أيام الاكتتاب؟ يهوذا الجليلي ده مؤسس حزب اسمه حزب الغيورين، وكانوا عايزين يطردوا المستعمر بكل قوة وبكل عنف. قام يهوذا الجليلي وأزاغ وراءه شعبا غفيرا فذاك أيضا هلك. والتاريخ بيذكر ان الرومان هجموا عليه وقتلوه. اللي عايز اقوله لك ان ده اللي يقصده المسيح لما يقول جميع الذين اتوا قبلهم سراق ولصوص. ما يقصدش لا موسى ولا ايليا، لكن يقصد
ثوداس، يقصد يهوذا الجليلي، يقصد أيضا الكتبة والفريسيين ورؤساء الكهنة اللي ضللوا الناس، يقصد كل معلم بيبعد الناس عن ربنا، يقصد كل معلم، كل قائد بلا دعوة بلا رسالة حقيقية من الرب، مدعو من الرب، يقصد كل واحد غرضه يجمع فلوس، غرضه يوصل لمنصب، غرضه يسرق ويسبح ويهلك. لكن يجي يسوع يقول عن نفسه في آية 11: أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح مش يسرق، مش عايز منصب، الراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. قد إيه أشكرك يا رب لأن شفنا الراعي الصالح في وجه يسوع المسيح. هل محتاج لراعي يرعاك؟ هل حاسس بالوحدة؟ هل حاسس بالغربة؟ هل حاسس بالتيه؟ أنا أدعوك إنك تختبر في راعي صالح، راعي يرعاك، يملأ حياتك سلام، حب، قيادة، معية إلهية. صلاتي إنك تقرب من الراعي الصالح وتختبر معيته ورعايته ليك، والرب معك.